بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها السادة المشاهدين في كل مكان، في داخل العراق وفي خارج العراق، ومعكم من جديد هذه الحلقة من برنامجكم برنامج ميكروفون العراق. من جديد نعزي إمامنا صاحب الزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعزي المراجع الأعلام العدول، لا سيما مرجعنا السيد صادق الشيرازي حفظه الله، والأمة الإسلامية الجمعاء، نعم، وعلى الأخص السادة الرافضة الأحرار شيعة أهل البيت عليهم السلام. نعزيكم جميعا، ونعزي كما قلنا في البدء إمامنا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بشهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على قاتليها أبي بكر وعمر ومن رضي بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم حجينا، جزاك الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المتواصل على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مايكروفون العراق، وإن شاء الله نكون معكم في هذه الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، هو برنامج الميكروفون العراق الذي يتمحور على أنه كيف أنه السياسي المزدوج الجنسية لا يتقلد مناصب سيادية في الدولة العراقية. نعم، وإن شاء الله سنكون معكم أنا وأخي الحاج أبو رائد الخفاجي جزاه الله خير الجزاء، وكذلك نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام في هذا المصاب الجلل، وهو استشهاد سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. فإن شاء الله نطلب من الأخوة والأخوات والمشاركين، الأخ المخرج إذا يسمعني إن شاء الله يخلينا أرقام الهواتف مفتوحة، ونريد إخواني إحنا نستفيد ونفيد الناس إن شاء الله، ونريد مداخلاتكم تكون في نفس الموضوع، لأنه العراق مثل ما تعلمون قادم على انتخابات، وهذه الانتخابات 4 سنين، فنريد إحنا حقيقة أنه سلطنا الضوء على هذا البرنامج وهذا الموضوع الحيوي، حتى إن شاء الله نشوف في هذه الدورة المقبلة من الانتخابات الدورة البرلمانية أنه ما نرى أي واحد من ذوي مزدوجي الجنسية أن يتقلد مناصب سيادية في الدولة. وبعدين مثل ما شاهدتوا والفيديوهات الكثيرة اللي عرضناها على السادة المشاهدين، طبعا العراقيين هم يعرفون أنه ذوي اللي ما بيهم حظ نهائيا اللي جايين من الخارج ويبني لنفسه وليس يبني للعراق. ومع الأسف يعني الطامة الكبرى أنه نفس الوجوه ترجع لنا، ونرجع ننتخب هذه الوجوه اللي ما حصلنا من وراها غير القهر والضيم، وتشوفون المأساة اللي يعيش بها شعبنا العراقي، أنه بنية تحتية ما موجودة، خدمات ما موجودة، فالكل مع الأسف ينهش بهذا البلد. والكل يعني مثل ما شاهدت قبل فترة ليس ببعيدة أنه كيف هؤلاء السياسيين والمتسلطين على الدولة دخلوا إلى العراق كمية كبيرة من الرز المنتهي الصلاحية مرة، ومن الدجاج الفاسد مرة، ومن اللحوم، ومن 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 يعني كثيرة. الحدود حقيقة مباحة، وإيران مستلمة الحدود من الشمال إلى الجنوب، وتدخل بكيفها وتطلع بكيفها، وكثير الناس حقيقة يعانون من هذا الشيء. وكما سلطنا الضوء في حلقات سابقة على كيفية التجاوزات والأخوة اللي يعني اضطروا لهذه التجاوزات وكيف تعامل الدولة وياهم، مع الأسف أنه هذه الدولة ما تحس بشعبها، ورغم هذا كله يطلع أن حيدر العبادي يريد يفتح اللجوء في العراق. أنت انطي هسه بلدك يا عجينة،
بعدين نطل ليش؟ تفضل حجينا، عفوا طولت. سلامكم. لا بالعكس حجينا، جنابك اتحفتنا بهذه الكلمات. السادة المشاهدين، مثل ما تفضل الحاج أبو رضا الساعدي، نعم مجال الاتصال لكم مفتوح والمشاركة، ونكرر ونعيد يا ريت يكون بصلب الموضوع، والموضوع هو السياسيون في العراق وأزدواج الجنسية. نعم جزاكم الله ألف خير جميعا، وجزاك الله ألف خير حجينا أبو رضا. إذا حقيقة يسمح لنا الوقت ناخذ جزء بسيط من هذا التقرير بصراحة اللي أعده سابقا، حجينا نأخذ منه أجزاء إذا نلحق اليوم نقرأ كله. ولكن الجزء الأول يقول: تمنع المادة، طبعا المادة 18 من الدستور العراقي، الفقرة أليف أو الفقرة الرابعة، تمنع المادة 18 من الدستور العراقي لعام 2006 النافذ ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة العراقية، إلا أن الكثير منهم وما زال محتفظا بجنسيته الأجنبية إلى جانب الجنسية العراقية، على الرغم من مرور 10 سنوات. طبعا هذا التقرير من بعد ما نعم صدر هذا الدستور بعشر سنوات أعد هذا التقرير. نعم على الرغم من مرور 10 سنوات من نفاذ هذا الدستور، حيث تماطلت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في دوراته السابقة تشريع قانون ينظم آلية تطبيق إلغاء الجنسية المكتسبة من المشمولين بها. طبعا هذا الجزء الأول من التقرير حجينا أبو رضا. السادة المشاهدين، نعم الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب يماطل بتفعيل وإيجاد قانون نعم لتطبيق هذه المادة من الدستور. نعم عندك اتصال؟ نعم عندنا اتصال من الأخ العزيز الحاج أبو علي من واسط. سلام عليكم حجينا أبو علي. ألو السلام عليكم حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجيكم بسلسات فاطمة الزهراء عليه السلام. سلام الله يا أخي. إحنا مو بس ندافع حقوقنا، من يدافع حقوق الزهراء؟ نعم. هذا سنة لابسين الدجاج السود وهاي هي، من يدافع حق الزهراء؟ سلام الله على الزهراء يا أخي. أول دولة، أول من بعد دولة رسول الله، من بعد دولة رسول الله، دولة الله، دولة القرآن، دولة الوحي، دولة رسول الله. تأسست دولة أبو بكر، دولة المنافقين بقيادة حزب الشيطان، أبو بكر وعمر وعائشة وعبطة تآمروا على رسول الله، صدر قرار رقم 1 قتل رسول الله وآل بيته، قتل الزهراء على أقدارها، وصدارة مالا ومن نقوله وغير نقوله، قتل مالك ابن نوية وجمعته، واغتصاب اغتصاب نساءهم، ومصادرة مالا من نقوله وغير نقوله. يا أخي خلنا نلعب حق أهل البيت وأهل البيت ينصرونا. سلام الله على الزهراء، سلام الله على آل البيت أجمعين. حجينا أبو علي جزاك الله ألف خير، انت مو صديق، انت الاخ الدائم لهذا البرنامج ولهاتين القناتين فدك وصوت العترة. انت رافضي اصيل جزاك الله الف خير. طبعا احنا وياك ايضا كل برامجنا، وهذا من برامج من ضمن البرامج قناة فدك وصوت العترة، نداعي بحق الزهراء اولا، وشعار الشعار اللي رفعه سماحة الشيخ الحبيب الذي يقول: قسما يا زهراء سنثأر. نعم لا نترك الزهراء وحق الزهراء، ونقول لها من جديد: قسما يا زهراء سنثأر. نحن إنما نفضح الفاسدين، ونريد أن يسود الحق والعدل في بلدنا وفي أمتنا. إنما بصراحة يا حاج ويا أيها المشاهد الكريم، لا نستثني أصحاب السقيفة. نعم نحن نحارب الظالمين والظلم وقوانين الظلم والظلمة،
من السقيفة إلى اليوم وإلى ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لك ولمداخلتك القيمة أبو علي. شكرا حجينا أبو علي من واسط، جزاك الله خير الجزاء على هذه المداخلة. وحقيقة مثل ما قال الحجي أنه أكيد 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 أنه هذا كله في سبب السقيفة اللعينة اللي فرضوها علينا أبو بكر وعمر وعثمان. يعني من ذاك الوقت الضيم ساد على هذه الأرض وعلى البشرية، فمثل ما شاهدت داعش يصيح الله أكبر ويذبح بالناس، فأي إسلام ويطلع واحد يقول جئتكم بالذبح؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول جئتكم بالذبح، النبي نبي رحمة. ففعلا مثل ما قال حجي أبو علي سبب عائشة لعنة الله عليها اللي حاربت أمير المؤمنين، والكل يعرف من المخالفين وال نعم حرب الجمل اللي قيمت بالبصرة حقيقة، فخرجت على أمير المؤمنين. نعم في نعم اتصال منه أحمد الربيعي من بغداد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخ أحمد. يا هلا ومية هلا، حياك الله، أهلا وسهلا أبو شهاب. تفضل أنت على الهواء مباشرة. مع الأسف انقطع من الأخ أحمد. يا ريت احنا طبعا يهمنا أنه حقيقة أنه نهج هذه القناتين، قناة فدك وصوت العترة عليهم السلام، أنه ننطي مساحة الأكبر للأخوة في العراق، لأنه هذا الموضوع هو وهذا البرنامج هو مخصص إلى إخواننا وهنا بالعراق، فكل واحد أن يبدي رأيه. وإحنا مقبلين مثل ما قلنا على انتخابات، وما نريد اللي صار في هذه الفترة خلال ثلاث دورات من 2003 إلى حد الآن. نعم رجعنا أبو زينب من بابل. سلام عليكم أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. عظم الله أجركم باستشهاد السيدة الزهراء. سلام الله أجرك. سلام عليها. الله عليها. ألو الهاتف يا أبو زينب. حجينا بالنسبة على مود الجنسيتين، أكو شغلة ثانية كل هم يطرحوها بالبرنامج. ألو. نعم نعم تفضل. ألو معك واضح أبو زينب. أكو شغلة ثانية طرحوها بالبرنامج مال الشهادة مال الدكتوراه اللي يشتروها من السوق مريدي. الشهادة مالتهم كلها ماخذيها من السوق مريدي. هذا اللي يقول أنا دكتوراه، وهذا اللي يقول أنا ماجستير، وهذا اللي يقول أنا أستاذ. نعم. زين تدري عندنا المسلماوي شو يقول؟ نعم. سلوه مرة كان محافظ بابل، سلوه قال له أنت شنو شهادتك؟ قال لهم عن دكتوراه بحب الحسين. هو حرام باقي الحلة من الفجر للفجر. صحيح. ما صحيح. والله العظيم. صحيح. صحيح. إنسان لا يقرأ ولا يكتب، وإنسان أمه جاهل. نعم. والدليل أبو زينب، أبو زينب الآن أعتقد اللي قرروا بالبرلمان أنه اللي ما عنده إعدادي، اللي ما عنده فوق الإعدادية طبعا ما له حق يرشح للانتخابات إذا هم صادقين. فتعرف السرح مثل ما تفضلت أنه الشهادات تشترى من مريدي وغير مريدي. فعلا حجينا بالنسبة ترى ذول شهايد ما شهايد ودعتك يقروها بس ما ينفذوها الشغلة اللي لهم، مش ما ينفذوها. أحسنت أحسنت. صدقني مو يقروها وقعدون يجتمعون شو اسمه يقروها على فتوم بس ما ينفذوها ما يطبقوها. نعم مو بصالحهم. صراحة أكو نقطة ثانية، البارحة أكو مداخلة على واحد البارحة اتصل بكم قال مقتدى الصدر تاج على كل العراقيين. لا تاج على رأسه هو. نعم أحسنت. مقتدى الصدر، مقتدى الصدر اللي ذكر أبو بكر وعمر وعثمان الله يلعنهم بالدنيا وبالآخرة زين يذكرهم بخير، هذا مو سيد ولا نسبة للسادة، هذا بر من السادة وبر من محمد وآل بيت محمد. احنا مثل ما تتفضل أخ أبو زينب، هو طبعا احنا ما نقدر نجرده من نسبه، نسبه نعم هو الى رسول الله هو سيد، ولكنه اعماله نتبرأ الى الله والى الزهراء منها، اعمال حقيقه لا ترضي الزهراء، لا ترضي الله، لا ترضي الرسول، يترضى على ابي بكر وعمر ويجعل
أمير المؤمنين علي عليه السلام الرابع، وهو المنصب من الله الأول علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن ثم الحسن والحسين والسجاد. نعم هؤلاء خلفائنا، مو أبو بكر وعمر وعثمان ثم يأتي علي. هذا تنصيب السقيفة المقيت اللي لا حقيقة عندنا بصراحة لا يأكل ولا يشرب مويه من هذا النهج، ولا شيع اللي يقول بهذا النهج، واللي يقول بهذا النهج بصراحة نخرجه من الشيعة، مو احنا، أئمتنا أهل البيت عليهم السلام يخرجوه من التشيع. نعم هو يعني المشكلة حجينا لما نقول تاج على رأس كل العراقيين، ده يخص العراقيين كلهم، هو رجال قاعد برضه على البارحة الصاير ما صاير هنا البارحة قلنا له احنا تاج راسنا المعصوم. نعم يستحق السيد السيستاني الله يحفظه ان يجعل بهذا المنصب، وان نلقبه بهذا اللقب، ويكون بصراحة نقول تاج راسنا، لانه الرجل العقائدي الاصيل اللي بصراحة افتى بفتواه المباركة لدحر جيش عائشة، جيش الدواعش اللعناء. نعم هكذا شخصيات. نعم شكرا جزيلا للأخ أبو زينب على هذه المداخلة، ويانا الأخ الاتصال. شكرا أبو زينب، جزاك من الله أبو خير. علي من إيران، سلام عليكم أبو علي. ألو سلام ألو. عليكم أبو علي، الله يساعدكم. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك، شلونكم زينين؟ الحمد لله. أريد أشوف أنا هذا يوتو كان يترحم على أبو بكر وعمر. مو يترحم، انت ما فهمت الموضوع. يمكن اسمعني، ما توجهت عن الموضوع. ما لا هو قال انه احنا البارحه في برنامج مالنا اتصل احد الاخوه وقال تاج راسنا مقتدى الصدر، فهذا الرجل اتصل ابو زينب قال انه ما يشرفنا تاج راسنا يصير مقتدى الصدر لانه يترضى على ابو بكر وعمر وعائشه. لعنة الله على أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وهند جميعا ومعاوية ويزيد. أحسنت، أريد أشوف شلون تنصبه هو النبي، يوم نصب على ابن أبي طالب قال له أول خليفة أنت وآخر خليفة المهدي على الله معجل فرجه. نعم احنا حجينا أبو علي برنامجنا اليوم حول، إذا متابع البرنامج، حول السياسيين العراقيين مزدوجين جنسية. نعم نعم، فيا ريت تكون بداخل الموضوع، جزاك الله خير. لا ان شاء الله ثاني الشيخ امير القرش هالليل عنده برنامج. نعم اي ان شاء الله ان شاء الله بملم عليكم. حياك الله، اهلا وسهلا بك، شكرا لمشاركتك ابو علي. انا كريم من بابل، سلام عليكم كريم. وعليكم السلام، شلونك حجينا؟ اهلا وسهلا، حياك الله، شلونك؟ زين حياك الله، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله على حجي. اسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك، ونص التلفزيون. عظم الله أجرنا زهراء عليه السلام. عظم الله أجرك، سلام الله على فاطمة الزهراء. والله حول موضوع هاي السياسيين وذولة. نعم والله ذولة السياسيين يعني ماكو هذا الخيرات في البلد، وهاي ما خلوا فيها بس. نعم احنا موضوع حلقتنا السياسي، احنا ما نوافق انه يحمل جنسيتين ويصدر الحكم او مناصب سياديه، فانت شنو رايك يا كريم؟ نعم يعني جايبين جنسيتين ويحكمون البلد هم من الخارج. نعم يعني احنا شنو يعني واحد يجي من الخارج يترأس علينا؟ يا هسه لو ينطينا حقنا ما يخالف، خلي يترأس علينا يا ابوك حقنا وياخذ جنسيته ويطلع. ابد لا يطلع حق، لا هسه الله كلك مفهدرين يعني شنو ذنبنا احنا؟ زين هسه انت مقبلين على انتخابات، شو توصي الناس تسمعك هسه؟ والله يعني هسه احنا الصوت انقطع اخي المخرج. نعم كريم، يعني حقيقة يا ريت ترجع تعاود الاتصال حتى تناشد أخوتك بالعراق، لأنه إحنا مقبلين على انتخابات، وهذه الانتخابات حجينا يعني كارثة إذا رجعت نفس الوجوه علينا للأسف. وما سوينا فتشي يعني حقيقة حجينا جنابكم اليوم الرابع إحنا على التوالي لمدة أسبوعين، من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، أنه الاتصالات ما شاء الله متتالية وكثيرة بصراحة.
وكل المتصلين واحد من عندهم ما كان يؤيد بحمل الجنسيتين، يعني رفض العراقيين رفض قاطع لهذه العملية، عملية أنه عراقي يحمل جنسية أخرى ويجي يحكم بالعراق أو يأخذ منصب قيادي في الجيش يعني في الجيش والمخابرات أو بأحد بأي جهاز من الأجهزة أجهزة الدولة. فبصراحة طبعا مثل ما قرأنا الجزء الأول من التقرير حجينا يوضح المادة 18 توضح أنه الدستور يكفل هذا القانون. يا ريت تقرأنا الجزء الثاني حجينا. الجزء الثاني بدما يعدلون الاتصالات. نعم الجزء الثاني يقول حيث يسترسل ويقول ويبدو أن المسؤولين العراقيين يعتزون بالجنسية المكتسبة حتى لا تطالهم القوانين العراقية في سلوكهم وأعمالهم المخالفة للقوانين، ويستطيعون الخروج من العراق ويستطيعون الخروج من العراق من دون أي تعقيدات أو منع كما حدث لوزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي المكتسب الجنسية الأمريكية حيث خرج من العراق وعليه أمر إلقاء القبض. نعم ولم تستطع السلطات العراقية من القبض عليه وهو متهم بسرقة المال العام وغيره كثير. نعم هذا الجزء الثاني وفي التقرير فقرات أخرى. طبعا حجينا مثل ما شاهدت ويشاهد المستمع والمشاهد الكريم من خلال هاتين القناتين ومن خلال برنامج ميكروفون العراق أنه هاي المعلومات اللي دا نقدمها وعندنا يمكن محاضرة أفلام فيديو أيضا. نعم طيب هذه جزء بسيط وقليل حجينا، يعني ما خفي أعظم من حاملي الجنسيتين الفاسدين في الحكومة العراقية، يعني أكو جرائم كبيرة أكبر مما إحنا عرضناه، وطبعا حلقات جاية كثيرة ما تقدر تغطي ما فسادهم هؤلاء الفاسدين. عندك اتصال؟ نعم عندي اتصال من الأخ أبو أحمد من البصرة. سلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو أحمد. شوكم شو صحتكم؟ أهلا وسهلا أبو أحمد. أهلا بكم وبأهل البصرة الفيحاء. الله يحفظك. لعنة الله على أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. الله آمين. والسياسيين لعنة الله عليهم وعلى من ينتخبهم هالشياب هذولا دمروا العراق. لعنة الله عليهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أي والله. لا إله إلا الله. أبو أحمد، أبو أحمد موضوعنا اليوم على ازدواج الجنسية، فأنت شنو تقول على هذول اللي جايين جنسيتين وياخذ مصاري في البلد ويطلع بيها؟ أبو رضا أخي هذول مع الأسف الشعب ما حد يسانده، يعني هي المصيبة هاي الكارثة الطامة الكبرى علينا. أي والله طبعا فعلا فعلا كلامك صحيح أبو أحمد. ليش؟ لأن إحنا حقيقة فاتحين قناة فدك وصوت العترة اللي هو يعبر عن رأي المظلوم. نريد مثلك مثل أمثالك ذول الشرفاء الطيبين أن يحث إخوانه وأهله حتى عن طريق هذه القناة، حتى اللي بعد ما عنده عذر لازم يسجل موقف، وهذا الموقف الله سبحانه وتعالى راح يذكره إليه. أنت تفضلت وتكرمت وقلت هذول لعنة الله عليهم فسدة فعلا، شد ناشد أهلك وياهم، لان هم هاي تشوف سلسله ابو بكر اللعين ابن اللعين، ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه لعنه الله عليهم، هي هاي هاي يعني دمروا الشعب العراقي لعنه الله عليهم. اي والله نعم، يعني الشعب مهجور ما يقدر يحكي، يعني العالم سلطت عليهم هذول اللعناء، هذا احزاب طايحها. نعم اي والله. نعم ابو احمد. نعم طبعا مثل ما انت رافضي اصيل شيعي رافضي اصيل مثل ما تفضلت بلعن اصحاب السقيفه اللي بصراحه امير المؤمنين علي عليه السلام والحسنان عليهما السلام وفاطمه الزهراء سلام الله عليه واصحاب امير المؤمنين الخلص ما سكتوا
على أصحاب السقيفة حينما حكموا بالجور والظلم والاضطهاد والسرقة، حيث أن الأمير عليه السلام والتاريخ يشهد أنه قارع وقاوم ونهى عن كل منكر أتت به السقيفة وأصحابها. فإحنا من هنا ندعو العراقيين جميعا ونحن معهم، نعم، أن لا نسكت ولا نهادن ولا نساوم بصراحة على الظلم والمظلومية والسرقات والجرائم. نعم، نقف كما وقف أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمة سلام الله عليها مكسورة الضلع المظلومة لعنة الله على ظالمها وقاتلها عمر وأبي بكر عليهم لعائن الله. نعم أخينا أبو أحمد جزاك الله ألف خير، هذه الذكرى احنا ما تفوتنا طبعا. في بداية الحلقة نعزينا حقيقة صاحب الأمر الإمام الحجة المنتظر والمراجع العدول الأعلام والأمة الإسلامية جمعاء وعلى الأخص كما قلنا الرافضة الأحرار، نعم، بشهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء، ومعلوم أن ظالميها وقاتليها أبي بكر وعمر، نعم، والسقيفة التي شرعت ظلم وقتل الزهراء سلام الله عليها، هي السقيفة نفسها شرعت لهذا الظلم أن يمتد ليومنا هذا، يقتل الناس وتهجر الناس وتغتصب الأعراض وتغتصب الأراضي والأموال ويحكم بالجور، هذا ما سنته السقيفة يمتد إلى هذا اليوم. مثلما أئمتنا المعصومين عليهم السلام وقفوا ضد الظلم من ذلك اليوم، نحن أيضا نستمر بهذه الوقفة الرافضية ضد كل ظالم وطاغية ولا نستثني أحدا أبدا. نعم حجينا، بعدكم بعدكم أبو أحمد خادمكم، الله يطول اعماركم، سلمونا على كل الجماعه، رحم الله والديك. يوصل ان شاء الله. احنا نطالبكم ابو احمد انت وكل الشرفاء الطيبين ان تسوي لنا فيديو وتصور نفسك دقيقتين حتى نعرضه وتصير فد ضجه اعلاميه على هذه الانتخابات حتى الناس تعرف انه كل العراقيين متكاتفين وكل العراقيين رافضين لهؤلاء السياسيين القذرين، وان شاء الله الله يبدلنا بالاصلح منهم. شكرا جزيلا لك، شكرا اتصالك، شكرا جزيلا لمشاركتك. نعم اعزائي المشاهدين، طبعا احنا نريد نسوي يعني خلينا نقول فد استطلاع حجينا، نعم، للراي العالمي وخاصه الراي بالعراقيين بالعراق حتى الناس تلتفت، لان حقيقه الان هي اسرع وسيله لانتشار الخبر هو الاعلام ووسائل الاعلام ووسائل الانترنت الفيسبوك والواتساب وكذا. احنا نريد نظهر على الشاشة الان مليون شخص من العراقيين يرفض يصور نفسه صورة سيلفي ويقول انه نرفض يا اخوان ونقاطع هذه الانتخابات او يجب على المرجعية ان توجهنا الى اين ننتخب. فنريد تصير ضجة اعلامية وان شاء الله نحصل احنا وياكم نحصل الافضل حتى يحكم هذا البلد، وكفانا يعني وكفى العراقيين شر القتال والدواعش وغيرهم ومن لف لفهم. طبعا عندنا يمكن فيديو اخي المخرج اذا جاهز. نعم خلينا نشوفه. تعدد الجنسيات في العراق حق كفله الدستور ومنعه في ذات الوقت على من يشغل منصبا سياديا او امنيا رفيع المستوى، لكن هذا ما لم يطبق واستغل من بعض المسؤولين الحاليين والسابقين كوسيلة لحمايتهم من المحاسبة القانونية على ما تورطوا به من أعمال إرهابية أو ملفات فساد مالي وإداري، ما دفع البعض للمطالبة بتفعيل مسودة قانون مزدوجي الجنسية سريعا لمعالجة هذا الأمر. كلهم يستخدمون الجنسية الثانية حينما يكونون مطالبين قانونياً
على الجنسية العراقية، وهذا طبعا يعني شيء لا يمكن أن يكون هناك هذا خلل في عمل الحكومة العراقية. يجب أن تتفادى هذا الموضوع، ويجب على المجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في التصويت على هذا القرار. مسودة قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة التي طرحت في بداية هذه الدورة البرلمانية ولم تفعل تنص على حظر 14 فئة من تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية دولة غير العراقية والتعهد بعدم مخالفة ذلك، لكن اعتراضات السياسيين حالت دون تمرير هذا القانون كونه وسيلة لحمايتهم. ما نجد أنه الرغبة كافية من قبل الزعماء، لأن ماكو زعيم هنا في العراق إذا ما يمتلك الهوية المزدوجة. بس هاي أنا أتكلم لك على رغبة أعضاء مجلس النواب. كان المطلب الأساسي والرئيسي هو إلغاء هذه الهوية المزدوجة للشخص الذي يمتلك المنصب إذا كان في الجانب التنفيذي أو التشريعي. ويقول نواب أن قانون مزدوجي الجنسية دستوري، وعلى هيئة رئاسة مجلس النواب تمريره بغية تشريعه، وأن يخير مزدوجو الجنسية بين أن يتنازلوا عن جنسيتهم الثانية أو ترك الوظيفة التي يشغلونها ليتسنى للجهات الرقابية والقضائية ملاحقتهم، سيما أن بعض المسؤولين المتهمين بملفات فساد وجرائم مالية قد تمكنوا من الهروب دون محاسبة. نعم، مثل ما شاهدتوا أعزائي المشاهدين أنه يقول كل تقريبا اللي مصدين للحكم تقريبا كلهم عندهم، هم يعني طلعوا عدة لقاءات وقالوا أنه عندنا جنسية أخرى، ولكن هنا أكو وقفة. أنتوا شو تصدرون أنه بيان وبالدستور أنه قانون يقول أنه اللي يحمل جنسيتين أو مزدوج الجنسية ما يصدر المشهد السياسي، ومن باب الآخر من اللي تطلعوا من المقابلات يقولون لا احنا نمتلك الجنسية الأخرى. خلينا نشوف الأخ رضا من الكوت. يعني سلام عليكم أخ رضا. سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا بك. عيني هسه بالنسبة الحضرة التجار تحجون على مزدوجين جنسية وحاملين، وانتو الثيناتكم حاملين الجنسية البريطانية صح، وجاء تحجون على السياسيين قاعدين هناك بريطانيا وتحجون على السياسيين هنا بالعراق. نعم. الشعب العراقي. نعم. وانتو قاعدين هناك متفحين وجايين تحجون عندكم جنسية بريطانية وما تشوفون هذا الشعب المظلوم. اي نعم، شاركون تثيرون على الظلم. نعم. غير من لا تنفع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك وإذ فعلت عظيمه. أنت تتخلى عن الجنسية البريطانية. نعم. وذاك الوقت تحكي السياسيين. نعم. على مقتدى. نعم. على الحكيم. ترد أنت. تفضل حجي. تفضل حجي. طيب أخ رضا، طبعا إشكالك وانتقادك بناء، جيد جدا، شكرا لك. أنت يعني تأيد القياديين اللي بالعراق يحملون جنسيتين، تأيد هذا؟ يا اخي انت مو حامل جنسيتين. هسه مو داسئلك حتى اجاوبك. هو انت انا داسئلك. انا عندي منصب. انا داسئلك حتى اجاوبك. انت تأيد القيادي هناك يحمل جنسيتين بالعراق؟ مثل ما انت حامل جنسيتين. طيب. ولا لا تنهى عن خلق يا اخي. احسنت احسنت، خلي اجاوبك. خلي اجاوبك اخ رضا. اخ رضا اخ رضا، اولا اخويا الحاج احنا مخو ما نكشف، خلينا نكشف لك، احنا ما خايفين من شيء ولا نخاف من احد. انا احمل الجنسيه السويديه وعايش في لندن، والاخ ابو رضا حامل الجنسيه الهولنديه وعايش في لندن. ولكن يا اخي بس لحظه من رخصتك، بس من رخصتك، احنا ما شاغلين منصب سيادي او قيادي حتى نتخلى عن جنسيتنا. باكر تمتحنا اذا استلمنا بالعراق، وان شاء الله ما راح نستلم ولا نريد نستلم، وما تنازلنا عن الجنسيه، فذلك يطبق علينا لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك ان فعلته عظيمه. احنا ان شاء الله
من نستلم وما نتخلى هذا يشملنا، ولكن احنا ما مستلمين، احنا حالنا حالك مواطنين مغتصبة حقوقنا وحقيقة ومشردين ومهجرين ومن زمن الطاغية اللعين، واحنا قبل السقوط نحمل الجنسية، احنا مهجرين وبصراحة مغتصبة حقوقنا، وقاومنا النظام البائد في الداخل وفي كردستان وفي دول أخرى، رحنا وكل مكان كنا نقاومه، ولله الحمد تشهد لنا الساحات كلها، ولكن اليوم أكو ظلمة نفس ذاك الظالم، خو ما نجي نتركهم يعيثون في الأرض فسادا. والله ليش؟ لأنه أنت هم مثلهم تحمل جنسية، لا هو حملها وعده قانون يمنع عنها، أنا القانون ما يمنعني عنها، بالدستور العراقي القانون ما يقول العراقي ما يحق له، لا يقول يحق له حمل الجنسية الثانية، ولكن أن لا يتصدر أو لا يتصدى إلى منصب سيادي أو قيادي. تفضل تفضل، شنو ردك؟ اي عيني على عينه وعلى راسي، على عينه وعلى راسي، بدال ما تسوون هاي البرامج وتنظرون تعالوا يمنا وتعالوا واحنا ايدنا بايدكم، على عينه وعلى راسي افكاركم وافكارنا، ونشد حزامنا كنا عراقيين ونجي ونصور على الظلمة. اما قاعد هناك مع اخرضة اخرضة اخرضة، احنا اولا اسمعني، احنا ترى يمكم، اسمعني اخرضة حبيبي، اسمعني، انت من حقك الطالب هذا الشيء، ولكن احكي لك اياها بصراحه، وانا قبل شويه حكيتها، انت هسه صوتك هذا من تكلمت، لو ماكو هاي قناه صوت العتره وهذا البرنامج اللي يفتح لك المجال تتكلم بحريتك، شلون راح تعبر عن رايك؟ يعني انا جيتك لهناك شنو راح اسوي لك؟ اعطيني، انا خادمك اجيك باكر اركب واجيك، ما ولا شارد من العراق، انا بالعكس اكثر وقتي بالعراق، عرفت شلون؟ ولكن أنا أخدم العراق وأنا هنا، أنا قاعد أخدم بلدي عن طريق هذا البرنامج، عايب شغله وعايب بيتي وعايب أطفالي، جاي أقدم لك برنامج حتى أنت تنور الناس يا أخرضة. أنا أريدك أنت الآن شنو تسوي وشنو تطالب من البرلمانيين أو ذولي المصدرين المشهد السياسي يحمل جنسيتين، اللي باقي البلد واخد جنسيته وشرد، احكي لي هنا، لا تحكي لي انت بغير شيء، انا احمل الجنسيه صحيح، ما اقول لك لا، بس هاي هي، بس هاي هي وحده اثنين عشره، اذا مو انا وياك وذاك وفلان وعلان، واذا ما نجتمع ونثور عليهم. احسنت احسنت، اذا هذا المطلوب، اذا انت الان احسنت، انت الان اخرضه ايدتني، انا فاتح هذا المنبر على مود انت تعبر عن رايك حتى ننتفض عليهم، صح لو مو صحيح؟ اي وياك انا وياك. نعم. طيب اذا احنا اتفقنا اخرضه، يعني هنا راح نجي نبني مشروعنا والتكاملية المطلوبة، أنت في الداخل وأنا يمك هنا، أروح وأجي طبعا، ولكن أنا موجود هنا أوصل صوتك أوصل رأيك، وأنت أيضا هناك توصل هذا الصوت عبر هاتين القناتين، ومثل ما تفضل حج أبو رضا، إذن يعني لابد وأن يكون عندنا وسيلة إعلام اللي هي هاي القناة، ولابد أن يكون أمثالك شرفاء موجودين على الساحة يقفون ضد الظلمة والفاسدين، احنا من جانب وانت من جانب، ونتعاون نبني بلدنا ان شاء الله، ما نعوفكم ما تعوفونا ان شاء الله اخونا رضا. نعم، اللي ظاهر ان انقطع الاتصال ويا رضا، واذا باقي رضا خلينا نتكلم وياه. اي نعم، انقطع الاتصال ويا الاخ رضا من الكوت. احنا اخ رضا يمكن سمعتني اذا تتابع البرنامج من بدايه الحلقه، وطلبت قلت يا ريت نجمع مليون مقطع فيديو وننشره هنا على القناه حتى ذول السياسيين نرعبهم، عرفت شلون؟ انا اذا عزلت هذه القناه وجيت يمك شنو راح اقدم لك؟ انا اريد اخدمك، وانت انا من هنا وانت من هناك تعمل، انا من هنا اوصل صوتك، انت ماكو قناه تفتح الاتصال وياها وتتكلم بحريتك، لا حد يقطع عليك اتصال حتى لو تنتقدنا. اتصال منو؟ حتى الاتصالات مالك ابو حسين وفرناها مجانيه من باب السلام عليكم. هي احسنت حجي، والله يعني بكل جهود نريد نخدم ابو حسين. سلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله، شلونكم عيني؟ أهلا وسهلا، حياك الله أبو حسين. نعزيكم ونعزي أنفسنا باستشهاد الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام. سلام الله سلام عليك الله. يا زهراء أخويا، هذا المشروع الطارحينه مشروع إصلاحي وجيد. نعم، هذا المشروع يريد مقومات. نعم، احنا نريد نسمع منك، تفضل استبر بالكلام. مقومات الإصلاح، نعم، لازم يكون بناء أسس، لأن الوضعية وصلت مرحلة فيها ظلامة، وهاي الظلامة أمام الله مسؤولين عليه. نعم، نسمعك أخ أبو حسين، نسمعك واضح. احنا من خلال برنامجكم الموقر الشريف، الله يسلمك، نريد تضعون اسس، لان العالم مو كلها ثقافة واحدة ولا كلها. انت تعرفون اهل هذا الشيء. نعم نعم ابو حسين، استمر بالكلام الله يخليك، لا توقف، احنا نسمعك. وإحنا شو نريد منكم من خلال برنامجكم وقناتكم، الله يديمها بجاه الحسين الشهيد المظلوم، جزاك الله خير، على الحسين. إحنا نريدكم كقادة، قادة يعني شلون يعني قادة؟ إحنا خدام، استغفر الله، إحنا خدام إلك والكل شريف عراقي طيب. نعم إحنا خدام، إحنا نريد نخدمك مثل ما قلت قبل شوية، أنا خدمك منا، وشري اللي تطلبه من عندي أنا ألبي لك إياه. أنت عراقي وحقك علي، وأنا ما طول أبتلك هذه المساحة الإعلامية اللي أقدر أخدمك بها إن شاء الله، ما راح أقصر وأخليك على رأسي. تفضل أخونا. راسك حجي، الله يوفقك حجينا. إحنا ما عندنا شيء خاص، إحنا مطلبنا عام. أحسنت، إحنا ما عندنا شيء خاص أنا أطلب الروح. احنا عندنا يعني مطالب عامة، وصلت قضية البلد الى 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 نفق مظلم. ماكو يعني 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 هذا الشعب الى تاريخ، الى جهاد، الى عظماء، الى علماء، عند انبياء، عند ائمة عليهم السلام. مو معقول يصل بمرحلة. كافي هوان، كافي مذلة. أحسنت، إلى متى؟ أحسنت، إحنا نعم نرفع شعار الإمام الحسين سلام الله عليه هيهات من الذلة، ولكن ما نلقى بعد ذلة أكثر من هاي الذلة اللي ذلونا هذول شاكل القادة التافهين اللي ما عندهم لا إحساس ولا دين ولا حتى مسؤولية. نعم أبو حسين، ابو حسين الظاهر انقطع ويانا ابو صادق. مداخلة جيدة، ابو صادق موجود، مباركة اخ ابو حسين، نرجو منك ان شاء الله شاركنا. نعم، دائما ابو صادق طبعا انقطع الاتصال ويا الاخ من ايران يريد الداخل. فاخواني مثل ما نوهنا وقلنا، عبد الله من الكويت، سلام عليكم عبد الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أقول أن العراق حقيقة أحسن دولة الآن عربية، لأن فيها رئيس أربع رؤساء أو خمس رؤساء لحد الآن تغيروا بانتخابات ديمقراطية. نعم، فيها برلمان شرعي ومنتخب من الشعب. نعم، دولة الآن تبنى، كانت دولة مهدمة. أنا من الناس اللي زرت العراق حقيقة، كانت زمن صدام مهدمة، أما الآن زرتها قبل شهر. نعم، دولة تبنى وتعمر، شوارع محترمة، طرق، بنيان، تعمير. ماذا نقص العراق؟ ولكن في ناس يحبون يشوهون سمعة الدولة، في ناس لهم أجندة خاصة. أعتقد أنها قناة الفدك لها أجندة خاصة. وأعتقد سبحان الله أنها من بعض الحكام العرب، أما آل سعود ولا حكامنا للأسف الشديد حكام آل الصباح، يقال لعلة الله على آل الصباح وعلى لعلة الله على آل سعود. اسمعني عبد الله، أنت زرت العراق قبل شهر، تقسم الآن أمام المشاهدين، زرت العراق وشفت العراق بلد مبني وشوارع منظمة وناس مرتاحة، تقسم بهذا الشيء؟
طيب تقسم انك انت العراق الان اسوأ من صدام تقسم؟ انت ليش حبيبي انت ليش تقارن هذا بذاك يا اخي؟ شوف السيارات اللي عندهم مش هو حجي يا سيارات، انت شو تقيس؟ تقيس البلد الاسواق اللي عندهم، تقيس البلد احسب من اللي في لندن، وروح شوف روح شوف الارامل واليتامى اللي عندهم. وانت طيب عبد الله في نقطة ثانية اخ عبد الله اكلمك فيها لو سمحت شوي. اخ عبد الله بس من رخصتك انت لما تضرب مثال على السيارة، لحظة من رخصتك، انت كرامة الانسان عندك بالسيارة، سيارة زينة وسيارة احسن من سيارة لندن، هذا شلون كلام؟ اخ عبد الله الله يخليك، بس خلي خدمك. لا هو دليل راحة، لا دليل راحة الناس، دليل راحة الشعب لما تكون سيارة زينة، لما يكون محلات، لما يكون اسواق، هذا دليل ان الشعب مرتاح. نعم والدليل الاخر انه الحكام اللي موجودين يصيرون مليارديرية ويسرقون ويهربون، والفقراء على كل نقطة تقاطع بالترافيك تجد 20 إلى 30 مستعطي يستجدي بالشوارع، وتجي تلقى السكن بناء التجاوز. يا أخ عبد الله عندنا مثل عراقي يقول اقعد اعوج واحكي عدل. أخ عبد الله روح شوف العراق، روح شوف. لا هو أخ عبد الله احنا نعطيك مجال تتداخل، ولكن بس سؤال صغير حتى انت تجاوب. ما يصير ترد على، انا ما سأل السؤال، انا مداخلة عندي. انت مداخلة، تفضل تفضل، خلي عدوا آل الصباح. اوقف اسألك بالله، شو رأيك بحكام آل الصباح؟ حقيقة حكام دكتاتوريين. احسنت، وحكام العراق حكام ديمقراطيين. حكام والله انهم ديمقراطيين. حكام حاكم جاء، ما جاء لا في سلاح ولا في دبابة ولا في، جاب الشعب، جاب البرلمان. عجيب. زين يلا ما دام عندك دكتاتورية احنا نعترف انه ونأيدك انه دكتاتورية آل الصباح، آل الصباح، ولكن انت اذا يعجبك العراق وعيشة العراق تفضل روح يم هاي الديمقراطية اللي بالعراق، هنيئا لك يا اخي. لا ما خلنا نتكلم يا عندي طبعا. شكرا جزيلا لاتصالك اخونا ابو عبد الله، لانه بديت اتصالك حقيقه في كذبه كبيره، والعراقيين الان كلهم اللي يشاهدونا طبعا يضحكون على هذه الكذبه. ليش؟ لانه تقول ديمقراطيه وانتخابات حره ونزيهه وشوارع مبنيه على كل، العراقيين ادرى هم فيما عاشوا فيه. ابو صادق من ايران، سلام عليكم ابو صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يعني ورحمة الله. لعن الله من ظلم الحسين وأهل بيت الحسين عليهم السلام. نعم. ألو نعم استمر اسمعك. حجينا برضه أوضاع العراق كلها يعني سيئة. نعم. حول هذا الكويت الحاشد، أوضاع العراق طاحت الناس وناس، ثورة العراق طاحت الناس وناس، أكو ناس ما عرفت تكذب ولا عرفت شلون تتملق، الفقراء مثلهم مثل غيري، حتى لو كانوا تعبانين، حتى لو كانوا مجاهدين، حتى لو كانوا يعني مضحين ما مضحين، ما عرفوا شلون يدبرون أمورهم. الله سبحانه وتعالى بعد ما عرف هاي من الله سبحانه وتعالى التوفيق من ابن آدم هو نفسيته يعرف يعدل الوضع. فالعراق ثلاثة أربعة متونس على ما قال الأخ الكويتي، حقيقة ثلاثة أربعة العراق متونسين، بقى الرابع يعني ربع الرابع احنا ذولي حتى ناس يعني رجعنا لبلدنا العراق. علي بنادي طالب يقول بنادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن شعوا علي كرام. أبو صادق أنت ليش باقي بيران؟ يعني ليش ما ترجع للعراق وتصير من هذول ثلاثة أرباع اللي متونسين؟ مو أنا قلت لك من الربع المابيت ما حصلت فيه. أنا قلت لك أنا قدمت النتيجة. فالعراق حجينا العراق بينات واقعا حتى حطت قدم وبهاتها ما تعرف الدولار صدقني. هاي ايش قد نسبتهم حجينا ابو صادق؟ يعني هاي ايش قد النسبة؟ هذا سرقوا له جابوه من حلال، هذه فلوس حلال يعني تعتقد؟
والله يا اخي ما اشوف فلوس حلال يعني ليلة وها انت تطبع عندك المليارات من ليلة وها. حسنت. اذا هذا جواب العبد الله الكويتي، هذا الجواب العبد الله من الكويت. اخ عبد اخ ابو صادق، اخ ابو صادق انت بدايه حديثك قلت لعن الله قاتلي وظالمي الحسين عليه السلام، واحنا عندنا ذكرى هذه الايام شهاده مولاتنا الزهراء ام الحسين عليهما السلام، فيا ريت ان نسمع العالم لعن الله ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نعم، شكرا جزيلا للأخ المتصل أبو صادق من إيران. ويانا اتصال من الأخ آزاد من تركيا. سلام عليكم آزاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم باستشهاد سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة على قاتليها من الأولين والآخرين. الأولين إحنا نعرفهم، والآخرين اليوم اللي يرفعون الشعارات الزائفة أيضا مشتركين في قتل الزهراء وأولاد الزهراء. أحسنت. سيد الفاضل أستاذ الفاضل الحاج أبو رائد الخفاجي وأبو رضا الساعدي، الله يسلم، إن شاء الله هذا الصوت اللي راح يوصل الكثير من الناس، ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد أقول لك يا هذا الصوت الذي يعلو السماوات والأراضين، للأسف الشديد هنالك أناس لا يعون هذا الكلام. أولا الانتخابات بالعراق راح تصير كالآتي، مثل المثل اللي يقول تريد غزال أخذ أرنب، تريد أرنب أخذ غزال، لأن هذول الوجوه الفاسدة والكاحلة والوجوه الذي لم تجلب للعراق سوى الخيبة والخذلان باقية وشعارهم نفس شعار الدواعش الأنذال اللي يقولون الدولة الخلافة باقية. هؤلاء أتعس من الدواعش أستاذي العزيز. أحسنت شيخ العزيز. أحسنت. العراق اللي البعض يقول العراق بحظ وباقي، العراق أول شيء من مستلزماتها الصحة تحت الصفر، التعليم تحت الصفر، العدالة والقانون تحت الصفر، واليوم بأم عينيكم شاهدتوا كيف استقبلت الشيوخ عشائر النجف الأشرف محافظ النجف. نعم. بطلق صراح ابن اللي لزموه متلبس. أحسنت. فيا شيخنا العزيز، أنت تخاطب ناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كلام ذهب. أي والله. هذه الشعارات هيهات من الذلة، من طبق هيهات من الذلة؟ الإمام الحسين سلام الله عليه من طلع على حاكم جور وعلى فساد. الشعب اللي يرفع شعارات هيهات من الذلة لابد أن يتمثل بالحسين ويطلع على هؤلاء الفسق الفجر القتلة المارقين اللي قاعدين في المنطقة الخضراء. يا شيخنا العزيز. أحسنت. والله على الانتخابات ولا الغير الانتخابات، إذا الشعب ما يقوم مشون يقول لك كرجل واحد ويخلص العراق من هؤلاء الحثالة اللي جابهم اللعنة الله عليه صدام، اللي جاب لعنة الله عليه. أي والله لعنة الله عليه وعليهم. نعم. من الملعون جاب الملاعين وراء. صح. كل الأحزاب، أنا من دا أخاطبك ما أخاطب فئة معينة من السياسيين أبداً. أخاطب جميع السياسيين بكل طوائفهم إن كانوا من الشيعة أو من السنة أو من الإكراد، لأن كلهم عبارة عن مرتزقة أجوي يتحكمون بمصير هذا الشعب اللي دا يصيح لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هو بيد الإرادة إذا وقف وقفة واحدة وخلص العراق من ذول السياسيين. أي والله، وهذا هذا هذا كلامك كله من البداية إلى حقيقة ذهب ودر، وهذا واقع العراق اللي تحدثت به أو جزء من الواقع، هذا موجه للكل، ولكن على الأخص الأخ عبد الله اللي من الكويت. نعم. خلي يسمع هذا العراق، هذا اللي العراق الغيور اللي يعاني. نعم. قبل من صدام واليوم من هؤلاء الفسدة أمثال صدام. نعم. أحسن. شيخنا الفاضل
يا شيخنا الفاضل، وانا اسف على الاطاله وياكم. يا شيخنا الفاضل، يا استاذي الفاضل، يا حبيبي، والله اذا المرجعيه تدخلت دخول قوي وقالت لا للفاسدين ولا للساقطين، ويا مثل ما الشعب هب على الدواعش وخلص اتطهر ثلاث محافظات، يقوم الشعب ويخلص العراق ويسحل ذول الكلاب المرتزقة مثل ما سحلوا نور سعيد، ويسحلوهم بالشوارع، ويرجع العراق مثل ما كان مرفوع الهامة. كافي خمس ملايين ست ملايين عراقي مهجر بالبلاد الغرب، شافوا الدم بعينهم، شافوا الهلاك بعينهم. أخ أزاد أبو أحمد، عندي اتصالات كثيرة. أخ أزاد أبو أحمد، طبعا اتصالات كثيرة، ولكن نقطة عقب عليها فقط. احنا ضد مسألة ومنهجية السحل. نعم، يقدمون لمحاكم عادلة يحاكمون، والبريء اللي يثبت براءته يطلع يعيش عراقي كحال العراقيين، والمجرم المقصر السارق نعم يأخذ جزاءه. نعم، ضد احنا مسألة احنا ناخذ حقوقنا ان شاء الله بصورة شرعية قانونية سلمية بإذنه تعالى. هذا الشعب ان شاء الله بأمثالك راح يتحقق هذا الشيء. شكرا لاتصالك أخ أزاد أبو أحمد. شكرا جزيلا إلى المداخلة القيمة، وإن شاء الله يسمعونك هن بالعراق، وإن شاء الله يكونون متداخلين على قدر المسؤولية كما الأخ أزاد. منو عندنا أخي المخرج؟ وعندنا القبلة منو؟ نعم، أبو حارث من البصرة. سلام عليكم أبو حارث. عليكم، حياك الله، انت على هواء مباشره، تفضل. اسمحوا لي فدي شويه اسولف فيكم. تفضل. وبدون زعل وبدون كل شيء، ورحم الله امكم واباكم. جزاك الله خير. شاكي ادش لك سؤال وجاوبني ايدي او لا، وبعدين ابدي مثل بالحكي. تفضل. صار سؤال اي او لا، وبعدين اطب سؤال شيء نهري في العلي. ادش لك، اذا انا هسه أحكي على الله يطول عمره ويحفظه حبيب الياسر، أحكي عليه شيء مو زين. ياسر الحبيب مو حبيب الياسر. إذا ما تقبل، إذا ما تقبل. لا لا، دقيقة. معلش شوية. أنت سألت وأنت جاوبت. دقيقة. أنت سألت. إذا تتكلم قلت علي أول مرة الحبيب الياسر. لا، هو اسمعني، هو اسمه شيخ ياسر الحبيب. إذا أنت تكلمت علي أنا أقبل لو ما أقبل. يعني انت سألتني غير؟ خليني جاوبك. لان هاي نقطة بداية الحكي، لما اقول لك هذا اي ولا لا، انه بدخل بالسؤال في الثانية. تفضل. الشام العراقي، هذول اللي خابرونك ويقولوا لك، اسمعني شوية، هذول العراقيين اللي خابرونك ويقولوا لك عامل مظلومين، انا لما اقول مظلوم وما اخذ حقي، زين، وانت تقول مظلوم وما اخذ حقي، خلني قد انا وياك ونسولف، يا ما اخذ حقنا ويا الظالم لي، صح لو غلط؟ تفضل. العراق 35 مليون قسمهم الى اربع ارباع، ربع المرتدى وربع العمار وربع المالكي وربع قيس الخزعلي. زين، هذول مو يدافعون على السيستاني، يدافعون عنك، لو يدافعون عني، لو يدافعون عن المرتدى، لو على قيس الخزعلي، لو على ذاك المالكي، لو على حاجة العمل، أنا ما دافعون عني، دافعون هذولة. فهذولة الشعب العراقي والشيعة هم السبب هاي الشغلة. ما جابوا هذولة من إيران ومن السعودية ومن تركيا، هم الشيعة، وهسه يقولون إحنا مظلومين وما أخذوا حقنا، وهذولة فساد، وياهم الحرامي، يا الحرامي، مو مقتدى وعمار وغيس الخدالي والمالكي، ومو هذول المجرمين. نعم. مو هذول الخونة. نعم. مو هذول، هما هذول ربحهم، هما من يابهم، أنا يبتهم، أنت يبتهم، بس كفيلكم فاضل. أقسم عليكم، أقسم بالله العظيم، وأقسم بوحدة مرة الله يحبها ورسول الله يحبها والحسن والحسن وفاطمة الزهرة، هي أم البنين. أقسم لك بأنا مو حزبي ولا هذي، ما أشتيهم، وما له قلبه، مجروح قلبه على هذا البلد اللي انقسم وراح. والله مظلومين مظلومين، وما يدافعون عن المقتدى وعن غيره. يبوسون بالسعودي ما سعودي، وما كتل الشيعة، ويبوسون هذا المقتدى،
وهذا 24 ساعه صحيح راح يفتح هذا الخزعلي راح يفتح اسرائيل صحيح مو هذول بس هذول عمي كلهم ما يشاذب والله ما كلهم يشاذب ما هم من السبب زين كل واحد ربوه هسه قلت لك مو اول بدايه حكايتي قلت لك هسه انا بارد احكي على حبيبي ياسر اصور ما تقبل من عندي لا حجي 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 ابو حارث ابو حارث ابو حارث ابو حارث ابو حارث اما المرجعيه الدينيه رحم الله امك وابوكم لا تبون طاريه بالهذا انت ابو حارث ابو حارث بالمكتب يكتبون عمي ابو حارث ابو حارث الشعب العراقي بطل يكتبون يفجرونه اذا تقول عمي على الثاني خليه يقول فلان انتخبوه او فلان انتخبوه والله عمي يودونا من ايران يكتبونه يودونا من السعوديه عمي مش عليكم ام المدين سلام الله على المنبه على الستاني ولا اريد واحد يحكي عليه اولا ابو حارث ابو حارث ابو حارث اسمعني زين ابو حارث ابو حارث الله يرضى عليك اعطينا مجال احنا ليش تخلينا نقطع عليك الاتصال قاعد اسولف وياك مثل ما اعطيتك مجال اعطيني مجال انا احكي اسمعني زين السيد السيستاني تاج على راسنا تاج على راسنا فهمت وتاج على راسنا المره الثالثه احنا ما تكلمنا على السيد السيستاني انت اكو فرق لما اتكلم على مقتدى اتكلم على قيس اتكلم على فلان على فلان على فلان هذا عنده اخطاء هذا يترضى على ابو بكر وعمر هذا اتكلم عليه انت تجي تسالني انه شيخ ياسر الحبيب ما تتكلم عليه ما ارضى انا ارضى تتكلم عليه اذا مدح الاعداء اهل البيت سلام الله عليهم انا اقول لك روح اتكلم عليه احنا ما نريد احنا مو صليبيه احنا مو صليبيه احنا ما لعب اسمعني اسمعني زين اسمعني خاف عليه هذول الطناطه عمي حجي الطناطه يصفقون العمر بن الخطاب ويصفقون المرتدى ويصفقون شنو هاي العالم وباعوا العراق لايران وباعوا شفنا وكذا شفنا يا عمي والله عمي كيف برجع احكي لك من كل قلبي زين ومثل ما قلت والله مثل ما قلت لا تفكر فيه في امان الله نعم في امان الله حجينا ابو حارث الله يوفقك نعم ابو علي من محافظه البصره سلام عليكم ابو علي أبو علي السلام عليكم أبو علي أنت على الهواء مباشرة إذا تسمعني ما أدري قطع الاتصال أخي المخرج السلام عليكم أخي أبو رضا نعم 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 علي صوتك شوية يا أخي صوتك واطي السلام عليكم أخي أبو رضا والسلام على أبو رائد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله وبركاته أهلا أبو علي نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها سلام الله على الزهراء وأقول يعني من خلال برنامجكم هذا الطيب والمفيد اللي يخدم العراقيين بصورة عامة أقول إن هذه الحكومة منذ أن أتت مع الاحتلال الأمريكي اللعين والبغيض للعراق في عام 2003 ولحد الآن أفضل إنجاز قدمته هذا الحكومة أنها سوف تعجل بظهور الإمام سلام الله عليه أجل الله فرجه الشريف من كثرة الفساد الموجود ومن كثرة المفسدين الذين دخلوا للعراق وبصراحة أقول إن إخواننا في الكويت وفي الدول العربية الأخرى كالمملكة وكذلك البحرين وما شابه نعم صحيح هم يظنون بأن العراق قد أصبح أفضل من ذي قبل نعم نحن لا ننكر أن هنالك أمور إيجابية قد حدثت وأفضل هذه الأمور هي أن تخلصنا من نظام قمعي جثم على صدر العراقيين وبالخصوص الشيعة في العراق وقتل ما قتل ونهب ما نهب هذا النظام القمعي النظام الصدام البغيض نعم نحن لا ننكر ذلك ولكن ما الفائدة انه يذهب صدام ويأتي ألف صدام من بعده نحن اليوم نرى ان هؤلاء السياسيين وما يسمى بالقادة والدكاترة كأمثال العبادي والمالكي وغيره الذين حكموا طيلة هذه الفترة لم نرى أو لم يرى الشعب العراقي منهم شيئا سوى الوعود الكاذبة
دائما يعدون الشعب بوعود كاذبة وسوف، وهي دولة تسويف لا أكثر ولا أقل، سوف نفعل لكم كذلك وسوف نضع هذه الشروط وسوف نفعل هذه المشاريع، والنتيجة لا وجود لأي شيء ملموس على الأرض. يقولون ما لا يفعلون، وهؤلاء يعدون دائما ولا يفعلون. نحن نقول من خلال منبركم هذا، هذه الحكومة إن استمرت بعملها هذا بحق الشعب العراقي، فأنا أرى أنه في العاجل القريب سوف يهب الشعب العراقي بوجه هذه الطغمة التي أتت على الدبابة الأمريكية، ويخرجونهم مثلما أخرجوا الأمريكان. وإن الشعب العراقي قد صبر كثيرا حينما كان قد استجاب لنداء المرجعية، وبالخصوص من قضية الانتخابات، وقد ذهب إلى الانتخابات وانتخب على ضوء فتوى المرجعية، وهو الآن ملتزم الشعب العراقي. لكن كما يقال للصبر حدود، قد ترى هذا الشعب حينما يرى أنه يسلب حقوقه أو تسلب حقوقه سوف يهب هبة رجل واحد لطرد هؤلاء المفسدين الذين أتوا من العواصم والدول الأوروبية، كانوا يشحثون هناك وأتوا علينا قادة الآن. وأخي هذا المتصل العزيز من الكويت، أريد أن أقول له شيء يا أخي. السيارة ليست قياس أن تقيس به يعني وضع الشعب. كيف تقيس لي والله سيارة حديثة ولا شيء؟ هذا لا يقاس بهذا الشيء. القياس يجب أن يكون على ضوء الراحة النفسية للشعب، على ضوء هل إن الشعب مستقر أم غير مستقر، هل مرتاح هذا الشعب، بنى تحتية، مدارس، مستشفيات، شوارع، ماي، كهرباء. 14 سنة احنا كهرباء ما شايفيها لحد الآن أخي برائد. يعني المفروض القياس يكون هكذا، لا أن تقيس لي والله سيارة دخلت من الخد. يا أخي وإن دخلت سيارة حديثة هذا لا يضر، لكن ما الفائدة؟ كما تفضل أخي أبو رائد، لا يوجد هنالك بنى تحتية حقيقية ومشاريع قد أنجزت في العراق بحيث أن الشعب يرى هنالك فارق. لم نرى هذا الشيء، لم نرى هنالك مثلا بناء كما قلت وتفضلت، بناء مدارس حديثة، بناء طرق وجسور حديثة، بناء أنفاق حديثة، مستشفيات، بناء مجاري نظيفة. زين أستاذنا العزيز أبو علي، يظهر أنك إنسان مثقف وفاهم وإن شاء الله قارئ جيد للوضع السياسي والداخلي في العراق. يا ريت أنه من خلال هذا المنبر وهذه القناة المباركة أنه نسمع منك وصايا إلى أخواننا، وكيف ستجري هذه الانتخابات، وكيف سنحارب هذه الفاسدين، وكيف لا مرة ثانية يصعد من يحمل المزدوجي الجنسية على كتوف العراقيين ويسرق ويهرب. تفضلوا. نعم أخي أبو رضا، بالمناسبة أنا صحيح أنا أحب أن أقول من خلال منبركم الكريم ومن خلال قناتكم الكريمة، أوجه كرسالة إلى إخوة العراقيين بصورة عامة. نحن لا نفرق بين مخالف أو من مذهب آخر، نحن لا نفرق، كل العراقيين سواسية. أبو علي ظهر أن انقطع الاتصال. منو عندي؟ عماد من إيران، سلام عليكم. شكرا أبو علي على اتصالك ومداخلتك القيمة، إن شاء الله تعاود ويانا الاتصال. الأخ عماد من إيران، ما أدري يقول انقطع الاتصال من إيران. نعم أبو علي إنسان كل جيد وراد يكمل كلمته، يا ريت يرجع يتصل بينا إن شاء الله حتى كلمته نستفاد منها ويستفاد منها الشارع العراقي، لأنه حقيقة كلام خطير وكلام في صلب الموضوع ومداخلة حقيقة قيمة جدا، لأنه رجل قارئ للوضع في العراق. وإحنا مقبلين على انتخابات، وهذه الانتخابات 4 سنين، وفعلا إن شاء الله إذا انتخبنا هالمرة ننتخب الأصلح، وإذا ما عملوا بما يرضي الله ويرضي الشعب العراقي أن نثور عليهم ونخرجهم ونأتي بأشخاص يحملون قيمة للشعب العراقي وهيبة ومسؤولية
ويرجعون حقوقنا حقيقة، أنه يجب الفرد العراقي أن يعيش معزز مكرم أفضل من الخليجي وأفضل من الكويتي. ليش؟ لأنه الثروات الطبيعية الموجودة في العراق ما موجودة في كل العالم، وزيادة عليها عندنا العتبات المقدسة، السياحة الدينية، لو فقط على السياحة الدينية للمراقد المقدسة في العراق، العراقي يعيش مرفوع الرأس، والحمد لله والشكر أنه يعيش في ترف، مو مثل ما تفضل الأخ من الكويت قياسا بالسيارات وقياسا. احنا أخي الكريم أنت تقيس سيارات حديثة، ولكن ما قست كم سيارة مفخخة طبت علينا للعراق فجرت وقتلت أبنائنا؟ هذه من سببها؟ سببها السياسيين يختلفون، ثانية وصار تفجير عدة. لو ننسى هذا الشيء حجينا طبعا، وما ننسى أيضا صدام والبعثيين أيضا لهم أيادي في هذا، في هذه التفجيرات وهذا القتل والإرهاب، ولكن لا نزكي لأنه فلان مجرم وطاغية وراح ويجيني الآخر وراه أيضا طاغية ومجرم وسارق، أنا أجي أأيده لأنه ابن جلتي ابن طائفتي ابن 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 كذا. لا، نحن بصراحة لا نأخذ بال أو لا نفعل بالحمية الجاهلية. نعم، فالحمية الجاهلية أن تقول أن تقدم السيء وإن كان سيئا بس هو من أبناء طائفتك لو جلدتك، هذا إحنا ما نسويه ولا نعمل به. عندنا القياس والميزان مثل ما ميزان الشيخ أمير القريشي اللي دا يوضع به الكل بدون استثناء، أي فاسد أي منحرف بصراحة يضعه بالميزان. وبعلمية مثل ما طبعا في كل حلقة من برنامجنا حجينا يطرحون سماحة الشيخ أمير القريشي ومواضيعه وأطروحاته وأبحاثه، وبصراحة الرجل احنا دائما نقول عنده منهج وعنده ميزان وعنده فضائح وانحرافات اللي وضعهم بالميزان يكشفها ويظهرها. انت تحبهم لهذول تدافع عنهم بعلمية، فند ما يقوله بعلمية مثل ما هو الرجل يأتي بعلمية ويضع الأشياء. نعم، شكرا جزيلا حجينا. طبعا حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي في مدينة لندن وضواحيها، فإن شاء الله نذهب إلى فاصل الأذان ونرجع فإلى هناك. يا علي، تقبل الله أعمالكم وصلاتكم أعزائنا المشاهدين في لندن وضواحيها، وإن شاء الله نستمر وياكم وهذه الحلقة من برنامج مايكروفون العراق والمخصصة إلى تقريبا هي إلى الانتخابات العراقية، وبالأخص إلى حملة مزدوجي الجنسية مثلا، يعني يحمل الجنسية العراقية مع الأمريكية أو البريطانية أو السويدية أو الكندية، أنه يجب عليهم أن لا يتقلدوا أي منصب سياسي في الدولة العراقية. طبعا عندنا تقرير أخي المخرج إذا جاهز خلينا نشوفه حتى إن شاء الله مفتوح باب الاتصالات للأخوة والمشاهدين. خلينا نشوف الفيلم إن شاء الله ونرجع بعدين نعلق. وصل محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى إيران ومنها السعودية بعد تقديم استقالته من منصبه مستغلا حصانة جوازه الأجنبي، ما فتح الباب مجددا حول ملف السياسيين ذوي الجنسية المزدوجة في العراق الذين لم يحسم البرلمان أمرهم حتى الآن رغم وجود مقترح قانون للتعامل معهم يدور في أروقته منذ مدة، ورغم وجود نص دستوري يؤكد على ضرورة تخلي من يتولى منهم منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا عن جنسيته المكتسبة. المقترح الذي قطع أشواطا في أروقة البرلمان حدد 14 فئة يحظر عليها تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية دولة غير الجنسية العراقية، لكنه لم يرى النور بسبب الخلافات. مؤيد التصويت على القانون استندوا على المادة الدستورية التي تنص على ضرورته وكذلك إلى ضرورة منع أي مسؤول متهم بالفساد من استخدام جنسيته الثانية لمغادرة البلاد في حال صدور أوامر بمنعه من السفر كما حصل مع 8 من الوزراء السابقين المتهمين بالفساد.
لكن المعترضين عليه برروا الاحتفاظ بجنسية أخرى بأنه يساهم في تسهيل جلب الاستثمارات والكفاءات للبلاد، كما تفعل البلدان التي تحث كفاءاتها على اكتساب جنسيات أوروبية أو أمريكية لإنشاء لوبيات تهدف إلى خدمة بلدهم الأم. مزدوج الجنسية في العراق لا يقتصر على الوزراء والنواب فقط، بل امتد إلى الرئاسات التي تمثل سيادة الدولة، وقد اقترح المعارضون أثناء طرحه اقتصاره بهذه الفئة دون غيرهم من المراتب الأدنى. لكن حادثة محافظ البصرة دفعت المعارضين لحمل الجنسيتين إلى المطالبة بإكمال التصويت على القانون وعدم اقتصاره برئاسات الثلاث، نظراً لعجز السلطات عن إرجاع الهاربين الذين غادروا البلاد باستخدام جنسياتهم الثانية. شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين إلى هذا التقرير من الأخوة والأخ كان جاهزا، وكما شاهدت أنه كيف أنه يكون المتصدرين في المشهد السياسي ويحمل الجنسية كما حملها الأخ يا أخوة هذا المجرم حقيقة النصراوي اللي سرق وخرج يعني عيني عينك وسكته وطبطبه والقضية لأنه هو من أتباع عمار الحكيم فطبطبه والقضية وخلاص ما حد يتذكره ولا حد يسأله حجينا والطريقة اللي خرج بها يمكن سوى وفدين مو صحيح نعم سوى رتل تمويه هو تمويه نعم رتل توجه إلى اليمين ورتل توجه إلى اليسار وشبه سيارته اللي يركب بيها سيارة أخرى فارغة وظل للجهات الأمنية وغيرهم طبعا هم تستر تواضع حجينا هو شنو اللي صار اللي صار حجينا أنه موكب ينسوه موكب اتجه إلى المحافظة وموكب اتجه إلى الشلامشة عن طريق للحدود. إيران نعم. فالناس يعني على قولتك أنه لو كان أكو فعلا نية إلقاء القبض عليه يقول قبض عليه بالحدود بعدين استخدم جنسيته الاسترالية وراح الاسترالية أحسنت وهو أثبت على إلقاء القبض بتهمة أنه سارق صحيح؟ صحيح طيب احنا هنا السياسيون وأزدواج الجنسية هاي حلقتنا لهذا اليوم الرابع على التوالي الأسبوع الماضي كانت حلقتين واليوم الحلقة الثانية من هذا الأسبوع احنا حقيقة ضد نهج السياسيون والذين يحملون الجنسية الثانية أو السياسيون وازدواج الجنسية هذه وحدة من سلبياتها وهذه وحدة من مساوئها وهاي وحدة من أساليب الفساد والسرقات وظلم هذا الشعب المسكين نعم نعم شكرا جزيلا حجينا يا ريت الأخ اللي اتصل بنا نعم اتصال منين أبو أحمد من بغداد سلام عليكم أبو أحمد أبو أحمد ظاهرا أنه أكو إشكال بالاتصال لأنه كما نعم أبو أحمد سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أهلا أبو أحمد نسمعك تحياتي الحارة إلى تحياتي إلى الأخ العزيز أبو رائد وأخونا العزيز أبو رضا الله يسلمك حياك الله أهلا وسهلا بك في هذا الموضوع أحب أذكر بعض الشيء ممكن المشاركة ألو يا ريت تسمعنا أبو أحمد من التليفون وتترك التلفزيون حتى ما ينقطع الاتصال جزاك الله خير الجزاء وتكمل كلامك نعم 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 إن شاء الله إن شاء الله تسمعني نعم نعم العفو أحب أن أقدم مقدمة صغيرة قبل أن أدخل في موضوع الحلقة تفضل لا بداية لا شك أن الشعب العراقي شعب يمتاز بطبه كطيبة أبو رائد والصدق والأمانة كصدق وأمانة أبو رضا الحبيب الله يسلمك هذا مما لا شك فيه باعتبار إحنا أهل هذه البلدة يعني الله يسلمك ويرعاك
فعموم الشعب العراقي بشكل عام باستثناء بعض الأفراد يمتاز بالصدق والأمانة والطيبة. هذا أمر أبو أحمد عزيزنا، إحنا موضوع الحلقة الله يرضى عليك إنه حتى ما نخرج من الحلقة، موضوع الحلقة أنت مؤيد للي يحمل جنسيتين ويصدر المشهد السياسي، يا ريت تعبر عن رأيك. نعم نعم، الآن أدخل في موضوع الحلقة. والأمر الثاني اللي أحب أن أقوله بأن الدين ليس له غاية إلا سعادة الإنسان وتكامل المجتمع اللي يعيش بإحضان هذا الدين، وهذا أيضا أمر مسلم عند الجميع. نعم. هذان الأمران مهمان في تقييم الوضع السياسي بالعراق. نعم. استمر أبو أحمد. واضح؟ نعم واضح، استمر. نعم. أما بخصوص هذه القضية، لا شك ولا شبهة بأن واقع السياسة في العراق كشف عن مسألة خطيرة يعيشها المجتمع العراقي منذ سقوط الطاغية صدام. لعنة الله عليه. لعنة الله عليه. هذه الحالة التي كشفتها واقع السياسة بالعراق بأنه الإخوان الذين تصدوا لهذا الأمر في السياسة كلهم أيضا من أبناء جلدتنا، ولا شك في ذلك بأنهم أناس يمتلكون نفس الصفات اللي يمتلكها عامة الشعب العراقي من الصدق والطيبة والأمانة، ولكن هذا الانحراف في واقع السياسة العراقية، هذا الانحراف الشديد اللي وجدناه ولمسناه، هذا يتبين يعني كشف لنا عن حقيقة خطيرة وملحة بأن هذا الدين الذي يتمركز في داخل العراق بخصوص العراقيين ليس له أثر، يعني لم يظهر أثره، لأن كل السياسيين الذين شاركوا في القضية السياسية أو أغلبهم بنسبة كبيرة جدا هم أناس متدينين. هم ليس متدينين، وإنما يصطبغون بصبغة الدينية، لأنه ماكو متدين يسرق البلد، ماكو متدين يتفرج على البلد وهو ينهب، منا دخلوا داعش، منا سبايكر، منا حتى الخور عبد الله باعوا، وين هم، وين الديانة عنهم؟ تفضل. بارك الله فيك. فهذا الانحراف الذي وجدناه كشف عن حقيقة تشمل السياسيين وغيرهم في داخل العراق بأن الدين ليس له أثر في حياة الناس، ولذلك يجب أن يصحح يعني الكلام في أمر السياسيين كلام خطأ، لأنه هؤلاء السياسيين أيضا داخلين في ضمن هذه الدائرة الوسيعة للشعب العراقي، فيجب مراجعة حالة أخرى يعيشها الشعب العراقي وهي أثر الدين. أثر الدين غير ملموس عند العراقيين، عند السياسيين العراقيين وليس عند العراقيين. أحسنت، عند السياسيين العراقيين، وغالبية الشعب العراقي شعب متدين وطيب. أكيد. ويمتلك الصدق والأمانة والطهارة كصدق بالضبط، إذا أريد أن أمثل كطيبة أبو رائد وصدق وأمانة. أحسنت. أبو رضا، شكرا الله على هذا الإطراء الرائع. إحنا حقيقة أبو أحمد استغفر الله، يعني أنت أعطيتنا شيء أكبر من حجمنا. أحسنت. إحنا نشكرك، وإن شاء الله تكون ويانا على اتصال دائم، ونرجو منك المعذرة لأنه اتصالات عندنا كثيرة حقيقة، وبنتظر من بابل. بس إذا أقول للأخ أبو حيدر بصراحة حجينا أبو أحمد، الأخ المتصل أبو أحمد، نعم من بعد أبو حيدر، أخ أبو أحمد. طبعا للسادة المشاهدين الكرام وللجميع طبعا نقول الاستعداد هو أهم كل العوامل. لا تشوف هذا اللي يصطبغ مثل ما تفضل حج أبو رضا، كان يصطبغ بصبغة الدين أو لبس لباس الدين، بصراحة وتفاجأت أنه لما استلم الحكم أو استلم منصب صار سارق وفاسد.
وهادم للبلد. عادل عبد المهدي يمشي المشايه ويقول نعم. راتب مليون دولار. نعم حجينا مليون دولار يا عالم السبب راتب عبد المهدي. نعم نقول السبب الرئيسي حجينا لهؤلاء هو وجود عملية واحدة وهي الاستعداد. من يحمل في داخله استعدادا أو لديه في داخله استعدادا للفساد والسرقة والنهب واغتصاب و فتجده حينما تحين الفرصة نعم تظهر هذه لأن الاستعداد نفسيا موجود عنده وبالماضي ما كان هكذا لأن ما توفرت له الأموال ولا الفساد ولا السلطة ولا أي قوة فتشوفه حمل وديع مسالم يصلون وراء صلاة جماعة خمس ست محابس بيده وما هنا إلى ذلك. طبعا نقول الاستعداد. فشكرا لمداخلتك ولإطرائك الجميل يا أخ. طبعا نعتذر من أبو حيدر لأن انقطع الاتصال. الأخ ويانا أبو عمار من دبي عراقي مقيم في دبي. سلام عليكم. نعم السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم والبرنامجكم هذا النقي. أخي العزيز قانون العراق من بداية تأسيس الدولة العراقية ولحد السقوط سقوط الصنم أنه لا يحق التعيين في دوائر الدولة العراقية من فراش إلى رئيس دولة إلا أن يكون عراقي ومن أبوين عراقيين بالولادة. نعم ويحمل صح. الجنسية العراقية صحيح. وأما الجنسية المزدوجة هذا رأسا إلى سجن قبل ما بها كل مجال. نعم. كل إنسان يحمل جنسية غير جنسية العراق مو بس هاي بزمن صدام الله يلعنه كان اللي يقول عنده دولار يقول له تعميل أمريكا دولار ذا يروح سجن دولار عملة صح. دولار واحد صحيح. ما بالك إنه رئيس الدولة بريطاني رئيس الحكومة بريطاني ذاك قطري برلمان قطري وهكذا يعني بلد يعني قاعد حكم أجانب ما يحكمون أهله يعني. أحسنت. شكرا لكم وجزاكم الله الخير. أحسنت شكرا جزيلا المداخلة قيمة حقيقة كلام مختصر ومفيد وإن شاء الله سمعوك العراقيين ومثل ما تفضل الأخ أبو عمار من دبي أنه العراق ما يحكمون العراقيين احنا نريد ان شاء الله بهذه الانتخابات المقبله العراق يحكمون حجنا العراقيين نعم. وان شاء الله ان شاء الله اكو خير. منو يعني محمد رضا من المغرب. سلام عليكم محمد. وعليكم السلام الله وبركاته. اهلا وسهلا بك حياك الله. بارك الله فيكم يا نسمنا إن شاء الله من أن توصل صوتنا. يا ريت صعد صوتك شوية صعد صوتك حتى إن شاء الله نستفاد من مداخلتك. أنا أرى أن هناك نفاق في السياسيين العراقيين الذين يقيمون القوائم الانتخابية أنهم يريدون مصالح شخصية فقط. نعم فهمتي يا أخو. نعم وهذا شيء لا يفيد الشعب العراقي هم يريدون مصلحتهم فقط. أحسنت صحيح. وهذا لا يخدم الشعب العراقي والعملية السياسية هي نضال. نعم والشعب العراقي نعم ظاهرا انقطع الاتصال. شكرا جزيلا الأخ محمد رضا هو رجل قيم ومداخلته وكان يعني من حرصه يشوف أنه يتابع قناة صوت العترة وفدك وشاهد هذا البرنامج فحب يتصل ويشارك أخوان العراقيين ويقول أنه العراق هم نفس كلام أبو عمار ما يحكم العراقيين وشعب طيب ما يستاهل اللي قاعد يصير به مع الأسف. يعني احنا دائما معروفين العراقيين بالطيبة والنخوة ومثل ما تعلمون العراق كان خيره وفضله عم الدول العربية والعالمية طبعا وحتى بريطانيا كانت اعتقد حجي اكو نعم. تقرير كانت مقترضة من العراق. نعم اتصال منين
شركات نورة البريطانية كانت نورة هاشم من البصرة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي فرصة كلش عظيمة أنه أنا أشارك وياكم اليوم، لأن صوت العتاوة فعلا صوت يعني الشيعة، صوت الأحرار بالعالم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، حياة إن شاء الله. طبعا أنا طالبة جامعية، لكن مع ذلك يعني أتمنى أن تكون عندي فد نظرة للمستقبل والواقع اللي جاي يعيشه العراق. يعني للأسف الشديد اليوم شبابنا وناسنا جاي يعيشون بسبات، يعني جاي نشوف أغلب الناس ما جاي يعني تحكي الحقيقة. يعني الحكومة جاي أو العراق يعني نحكم من 2003 لليوم من الطواغيت، من السراق، من الناس اللي جاي تاكل أموال اليتامى، اللي يعني ما أعرف شنو أوصفها غير الصراحة. أحزاب، كتل، كل حزب بما لديهم فرحون. فأنا أتمنى يعني أتمنى من شبابنا إن هم يطلعون صوتهم، إن هم يتظاهرون، إن هم ما يسكتون. يعني إذا إحنا فعلا أحرار، هسا أنا ما أتكلم باسم الشيعة، يعني أتكلم باسم كل العراقيين، إن هم ما ينذلون. يعني الصوت إذا كان حر راح نقدر نغير، ليش هذا السكوت؟ ما شاء الله. يعني جاي يخدعوني بهواي أمور بالإنترنت. نعم. بسوالف ما أدري شنو. نعم عمو 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 نورة، إحنا إن شاء الله هذا المنبر هو بخصصينا، وهذه القناة هي لخدمة أهلنا وناسنا بالعراق، وهذا الصوت صوتك حقيقة يا ريت يسمعونه، ويا ريت الأخوة والأخوات يتكلمون مثل ما تكلمت الأخت نورة، بس يراد لها شوية جرأة حتى نغير هؤلاء الفسدة. تفضلوا. يعني أتمنى أن الناس تكون أحرار. ليش؟ يعني إحنا مو عبيد، الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا حتى نطي صوتنا، حتى نحكي. ليش كل واحد يحكمنا باسم العشيرة وباسم النائب الفلاني والحزب الفلاني؟ يعني الأحزاب دمرتنا، السياسة دمرتنا، الطائفية دمرتنا. ليش لازم نستخدم العقل اللي الله سبحانه وتعالى مطائنا هو هذا النعمة؟ يعني عايشين بسبات. الصراحة أنا أحكي يمكن هسه ليس يعني يقول إن أنا متأثرة وعندي، أنا الحمد لله وشكر حالتي المادية زينة غيرها، لكن أحكي باسم كل الشعب اللي جاي يصير بالفساد، بالحالة المأساوية. ما أقدر أقول ماكو صورة حلوة بالعراق، أكو صورة حلوة، بس السلبي طاغي، يعني الأشياء صح. السلبية هي طاغية. صحيح. عمو نورة شكرا لمداخلتك، طبعا قيمة جدا، وجزاك الله ألف خير. طالبة جامعية مثقفة، ودائما كررتي كلمة السبات وتدعين إلى النهوض وعدم السبات. نعم، واحدة من أمور اللي السبات اللي نايمين عنها الشعب العراقي، وخصوصا مثل ما تفضلتي طبقة الشباب اللي عرضناها بالحلقات الماضية. بصراحة قضية واحد حكمنا 6 إلى 7 أشهر اسمه غازي عجيل الياور، وحكمنا وما شفنا ولا سمعنا حسه، ولا وقلت المثل العراقي نقول لا أبو علي ولا مسحاته، ما هو ندوره وينه، ولا يطلع بتصريح ولا أبد ولا أبد. وحسب التقارير اللي عرضناها 50 سيارة رئاسية بقت يمه وما سلمها، ولحد الآن يتمتع بها هو وعائلته. وشهريا من ذاك اليوم من سقوط الطاغية وتعين هو من ذاك اليوم شهريا 100 مليون دينار عراقي ياخذ، يعني 1.2 مليون دينار عراقي سنويا. الريد شعب واعي، شباب مثل ما تفضلتي مو يعيشون في سبات، الريدهم ينهضون ويداعون بهاي الحقوق اللي واحد منها هذا الحق. نعم عمو، أتمنى يوصل صوتي للجميع. يعني يا الله احنا نقول مو اللهم عجل لوليك الفرج، يعني هو بمن تعجل الفرج، لو احنا نكون احرار مو عبيد. احسنت، هذا اللي اقدر اقول. نعم وانا اشكركم هواي لسعادتك. نعم شكرا جزيلا، حقيقه مداخله قيمه، وان شاء الله تكونين صديقه دائمه للبرنامج، وان شاء الله نستفاد ويستفاد منك الشعب العراقي.
وإن شاء الله تكون لك كلمة كذلك، ليس على الفضائية فقط وإنما في داخل الجامعة وفي داخل المنطقة، وتوعين الناس، لأنه كافي سبات مثل ما تفضلتي نريد ننهض بالعراق. حقيقة احنا متألمين ان هذا العراق عراقنا يا اخوان، يعني عراقنا قاعد نشوفه يتفسخ مع الأسف. ليش هالشكل؟ يعني صدق احنا عايشين بالغربة، ولكن نتمنى يكون عندنا بلد ونرجع لبلدنا ونخدم داخل بلدنا، ولكن منو ينطيك الفرصة؟ هل الفساد والسراق والحيتان والأحزاب اللي اجتنا؟ احنا كنا حزب واحد وشردنا من عدة وناضلنا، هسه طلع لنا 70 حزب مثل ما تفضلت الأخت نورة. نعم، فأخواني احنا إن شاء الله برنامجنا راح يستمر وياكم، ولكن هذه الأسبوع إن شاء الله المقبل راح يكون حجينا عنوان البرنامج جنابكم حول الانتخابات. نعم، مثل ما تفضلت حجينا. نعم، نقول العراقي ينتخب، ولكن شنو نعم حجينا بهذا العنوان؟ نعم، إن شاء الله سيكون عنوان حلقتنا في الأسبوع المقبل إذا أبقانا الله، من خلال هذه القناة، قناة فدك وصوت العترة، كما تفضل الأخ العزيز الحاج أبو رايد، العراقي ينتخب ولكن. كلمة ولكن حطوها بين قوسين، ونريد مداخلات ومشاركات مثل ما شاركنا الأخ العزيز أبو علي من البصرة، ونورة كذلك، وآزاد كذلك، والأخوة أبو عمار، وكل الأخوة ما شاء الله اتصالاتهم قيمة ومفيدة، وإن شاء الله نكون خدمنا جزء بسيط ولو، وصلنا صوت العراقيين من خلال هذا الفضاء الواسع وهو قناة فدك وصوت العترة. فإن شاء الله نطلب من أخوتنا حتى نكون بصراحة نسوي فد جولة وجو في العراق، نريد مقاطع فيديوية ما تتعدى دقيقتين، يعني تكض التليفون مالتك وتصور وتقول أنه أنا الفلان الفلاني، أريد أنه اقترح أنه هكذا يكون في الدورة الانتخابية المقبلة، وأن ما أرشح أي فاسد وكذا، تتكلم مختصر مفيد دقيقتين، وإن شاء الله راح تشوفنا نعرض الفيديو مالتك من خلال هذه القناة، قناة فدك وصوت العترة. وما بقى إلا دقيقة واحدة حجي ونختم، فتفضلوا لكم الكلام. مولانا احنا الكلام يعني حقيقة جزاكم الله بالألف خير، أفدتم وأحسنتم، وإن شاء الله شكر خالص لجميع المشاركين، ودعوة أخرى للمشاركة دائما نحن معكم في برنامجكم برنامج ميكروفون العراق في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى على نفس التوقيت يوم الثلاثاء والأربعاء الساعة 4 إلى 6 بتوقيت غرينتش، ومن 7 إلى 9 بتوقيت بغداد. وطبعا نهاية لهذه الحلقة أكرر شكري ونكرر تعازينا لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بذكرى استشهادها عليها السلام. وأيضا نوصي أخواننا أهلنا بالعراق، بالعراق نعم، كافة العراقيين. أن بالختام حقيقة الأخت نورة اللي قالت كافي سبات، نعم نعم، أجمل ختام نختتمه بأن لا للسبات، نعم للنهضة الحضارية لبناء عراق قوي مستقر آمن تسود فيه الحق والعدل والحرية بإذنه تعالى. شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى نهاية البرنامج، فإن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، والعراقي ينتخب ولكن، ولكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.